السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا ومعلمنا ومولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امتدادا للجزء الأول نبدأ معكم إن شاء الله الجزء الثاني من سيدنا علي. أما الجزء الأول فكان عن حياته، والجزء الثاني هو عن مقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ما هي كيفية مقتل سيدنا علي بن أبي طالب؟ وهل قام سيدنا علي بن أبي طالب بحرق أحد؟ وما النزاعات التي كانت في عهده؟ ولماذا نقل الخلافة إلى الكوفة؟ الحمد لله حمدا كثيرا. أولا، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه في آخر خلافته قد انتقضت عليه الأمور واضطربت عليه الأحوال، وخالفه جيشه من أهل العراق وغيرهم ونكلوا القيام به، واستفحل أمر أهل الشام وضالوا وجالوا وصالوا وجالوا يمينا وشمالا زاعمين أن الأمر لمعاوية بمقتضى حكم الحكمين في خلعهما عليا رضي الله عنه وأرضاه، وتوليه عمرو بن العاص معاوية عند خلو الإمارة عن أحد. وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعف جأش أهل العراق، ووهنوا هذا وأميرهم علي بن أبي طالب خير أهل الأرض في ذلك الزمان، فهو أعبدهم وأزهدهم وأعلمهم وأخشاهم لله عز وجل، ومع ذلك كله خذلوه وتخلوا عنه، وقد كان يعطيهم العطاء الكثير والمال الجزيل. وقد ذكر ابن جرير وغير واحد من علماء التاريخ أيام الناس أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن ابن عمرو المعروف بابن ملجم الجميري، والبرك ابن عبد الله التميمي، وعمر ابن بكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة، وكانوا دعاة الناس إلى ربهم، لا يخافون في الله لومة لائم. فلو شربنا أنفسنا فأتينا أئمة الصلاة ضلالة فقتلناهم، فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن بلجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك ابن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية ابن أبي سفيان. وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا ألا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا أسيافهم فسموها، أي سمموها وضعوا عليها السم، واتحدوا 17 من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. فأما ابن ملجم لعنه الله فصار إلى الكوفة فدخلها، وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها. ثم ضم إليه رجل من تيم اللباب يقال له وردان، ليكون معه ردءا واشتمال، رجلا آخر يقال له شيب ابن بجرة الأشجعي الخرزودي. فجاء هؤلاء الثلاثة وهم مشتملون على سيوفهم، فجلسوا مقابل الشدة التي يخرج منها علي. فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة ويقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه، فوقع في الطاق، فضربه ابن ملجم بالسيف على قربه على قرنه، فسال دمه على لحيته رضي الله عنه وأرضاه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قوله تعالى رضي الله عنه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
ونادى عليكم به، وهرب وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله، وذهب شبيب فنجى بنفسه وفات الناس، ومسك ابن ملجم وقدم علي جعدة بن هنيرة ابن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل علي إلى منزله، وحمل إليه ابن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف فقبحه الله، فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ أي فما حملك على قتلي؟ ما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا، أي شحذ السيف 40 يوما حتى يقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فقال له علي: ألا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقي. ثم قال: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. ولما احتضر علي جعل يكثر من قول لا إله إلا الله، لا ينطق بغيرها، وقد قيل إن آخر ما تكلم به: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أوصى ولديه الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب الجنة بتقوى الله والصلاة والزكاة وغفر الذنب وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والثقة في الدين والتثبت في الأمر والتعاهد بالقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش، ووصاهما بأخيهما محمد ابن الحنفية، ووصاه بما وصاهما به، وأن يعظهما ولا يقطع أمرا دونهما، وكتب ذلك كله في كتاب وصيته رضي الله عنه وأرضاه. أما تحريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لبعض الناس فقد حرق بعض المرتدين، وهذا ما رواه البخاري وأبو داود، واللفظ له عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا عليه السلام فقال: ويح ابن عباس. وفي لفظ البخاري: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كان لعبد الله بن سبأ أتباع يقال لهم السبائية، يعتقدون إلهية علي بن أبي طالب، وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته، وهذا من لسان الميزان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به كغيره، كتحريق على الزنادقة بالنار، وقد أنكره عليه ابن عباس، وأيضا أنكره جمهور الفقهاء مع ابن عباس، هذا في مجموع الفتاوى، وانظر كتاب السؤال والجواب رقم 180609. أما ثالثا، ونقول لكم هنا ما هو سبب النزاع، ما هو سبب النزاع الذي حصل في عهد علي رضي الله عنه. أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه ظلما، طالبت طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم طلحة والزبير ومعاوية وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم، بدم عثمان ووجوب الإسراع بإقامة حد الله عليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى. وكان علي رضي الله عنه يرى تأجيل ذلك حتى يبايعوا أهل الشام ويستتب له الأمر، ليتسنى له بعد ذلك التمكن من القبض عليهم، لأنهم كانوا كثيرين ومن قبائل مختلفة، وكانت تصلهم الإمداد، فوقع الخلاف. هنا وقع الخلاف، وكان مقتل عثمان رضي الله عنه فجيعة للمسلمين وخاصة أنصاره. قال ابن كثير رحمه الله: لما اشتق أمر بيعة علي، دخل علي طلحة والزبير ورؤوس الصحابة رضي الله عنهم، وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان، فاعتذر إليهم
بأن هؤلاء لهم مدد وعوان وأنه لا يمكنه ذلك يوما هذا. فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود، وطلب منه طلحة، وطلب منه طلحة أن يوليه أمره البصرة ليأتيه منها بالجنود ليتقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج وجهلة العرب الذين كانوا معهم في قتل عثمان رضي الله عنه. فقال لهما: حتى أنظر في هذا الأمر. وقال ابن حزم رحمه الله: وأما أمر معاوية رضي الله عنه فلم يقاتله علي رضي الله عنه لامتناعه من بيعته، لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره، لكن قاتله لا لامتناعه من إنقاذ فهاد أوامره في جميع أرض الشام، وهو الإمام الواجب طاعته، فعلي المصيب في هذا، ولم ينكر معاوية قط، فضل علي واستحقاقه الخلافة. لكن اجتهاده أراد إلى أن رأى تقديم أحد القود إليه. القصاص من قتل عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان، والكلام فيه عن ولد عثمان وولد الحكم ابن أبي العاص للسنة، ولقوته على الطلب بذلك. انتقل علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة لعدة أسباب، منها أن الفتنة كانت قد ظهرت وانتشرت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فقد يكون رأى الخروج عن المدينة النبوية لئلا تكون موطنا للخلاف والشقاق والنزاع بين الناس، ولئلا تدخلها الفتن، أنه رأى أن المدينة لم تعد تمتلك المقومات التي تملكها بعض الأمصار في تلك المرحلة، توجه إلى الكوفة ليكون قريبا من أهل الشام الذين خرجوا عن طاعته. يقول الدكتور الصلابي: كانت المدينة المنورة طيلة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الثلاثة من بعده عاصمة الدولة الإسلامية، ويقيم فيها الخليفة ويتولى شؤونها بنفسه أثناء وجوده، أما في حالة السفر فإنه ينيب عنها من يتولى شؤونها. وقد اختلف الوضع بعد مبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة، إذ دعته الحالة العامة، والارتباك الذي حدث بعد مقتل عثمان إلى مغادرة المدينة المنورة، خصوصا بعد خروج طلحة والزبير وعائشة باتجاه العراق قبل موقعة الجمل. وقال أيضا: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة يؤيدون خروج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من المدينة، فقد تبين ذلك حينما هم على النهوض إلى الشام ليزور أهله وينظر ما هو رأي معاوية وما هو صانع، فقد كان يرى أن المدينة لم تعد تمتلك المقومات التي تملكها بعض الأمصار في تلك المرحلة، فقال: إن الرجال والأموال بالعراق. فلما علم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بهذا الميل، قال الخليفة: يا أمير المؤمنين، قم بهذه البلاد، لأنها الدرع الحصينة ومهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبها قبره ومنبره ومادة الإسلام، فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان، وإن تشغب عليك قوم رميتهم بعدائهم، وإن التجأت حينئذ إلى السير سرت وقد أعذرت. فأخذ الخليفة بما شار به أبو أيوب، عزم المقامة بالمدينة، وبعث العمال على الأمصار، ولكن حدث كثير من المستجدات السياسية التي أرغمت الخليفة علي على مغادرة المدينة، وقرر الخروج لتوجه إلى الكوفة ليكون قريبا من أهل الشام. وأثناء استعداده للخروج بلغة خروج عائشة وطلحة والزبير إلى البصرة وهنا انتقل إلى العراق وقتل هناك رضي الله عنه. انتهى من سير أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات أحبائنا تنتهي حلقتنا عن مقتل وغدر سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بعد الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك. كان معكم أخوكم الإعلامي عماد زيد. إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون عن سيدتنا فاطمة سيدة أهل الجنة، كما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراكم بإذن الله تعالى على خير.
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وارزقنا المال الحلال، وابعد عنا الحرام وأولاد الحرام يا رب العالمين. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.